إيش إيش السلام عليكم. طب إيش إيش السلام عليكم. يا أهلا وسهلا عزيزي الوجيه منور، وينك يا أخي؟ وينك يا أخي من زمان عنك؟ أنا عارف إنك مو راعي أنمي ومنت معانا في تويتش غالبا، وآخر مرة شفتني في رمضان، بس ما عليه أهو رجعت لك. أحب أطمنك يعني وراجعين للقناة لأنه الأيام الصعبة ولله الحمد انتهت على خير. أقصد موضوع النقل والحركات هذيك اللي كنت مبتلش فيها. المهم يا عزيزي الوجيه كل سنة وأنت طيب، وينعاد علينا وعليك بكل خير وصحة وعافية يا رب، ولأني متأكد إنك ما تبغى تضيع أي دقيقة من وقتك الثمين، اسمح لي أذكرك بشغلات سريعة تسويها. يب يب هي ما غيرها اللي دائما أزعجك فيها. لايك للفيديو لو أعجبك، أرجوك لا تنسى لو أعجبك الفيديو لأنه اللايك دعم مرة رهيب تقدمه للقناة وبلاش من دون فلوس، واشترك في القناة لو ما كنت مشترك، وفعل لي جرس التنبيهات على طريقك، وتعال تابعني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب، كل الحاجات هذه راح تلاقيها في صندوق الوصف. غير كذا اربط لي حزامك ويلا بينا نخش على اهم واخر اخبار الفتره الماضيه. كان ودي اقول لك الاسبوع الماضي بس انت عارف الظروف ما يحتاج، تاخرنا وضيعنا وقت كثير، فبناخذ مجموعه اخبار مهمه من الفتره الماضيه. حلو الكلام حلو الكلام، ليتس جو. بما اننا غبنا فتره طويله يا جماعه عن القناه، خلونا ناخذ لفه سريعه على الافلام الجديده في السينما ونشوف عاملين ايه وكم جايبين فلوس وايش وضعهم في التقييم. ونبدا اول حاجه باحد اكثر الافلام المنتظره واللي هو فيلم سوبر ماريو، واللي نزل تقريبا من 3 اسابيع وعمل ضجه جدا كبيره. ولما اقول لك عمل ضجه جدا كبيره اقصد من ناحيه التقييمات ومن ناحيه الايرادات برضه. اول حاجه يا جماعه، فيلم مقتبس من لعبه ياخذ تقييم 7.5/10 تقريبا، هذه من النوادر جدا. لا وكمان فوق هذا كله معظم المراجعات تصفه بانه فيلم ممتع وشيق ويستحق المشاهده. ومش بس كده يا عزيزي الوجيه، تخيل معايا فيلم سوبر ماريو خسرانين عليه 100 مليون دولار امريكي. يب 100 مليون دولار على فيلم انيميشن. ولكن الصدمه والمفاجاه واللي كانت متوقعه الى حد ما ان الفيلم في 3 أسابيع فقط قدر انه يجمع ايرادات تجاوزت 850 مليون دولار. احا من جد احا، انت متخيل حجم الانتصار؟ فيلم مقتبس من لعبة فيديو، اوكي سوبر ماريو لعبة مشهورة واشهر من نار على العالم، بس 100 مليون وفي 3 أسابيع 875 مليون دولار. دايم لو كمان متوقعين لانه يكسر حاجز المليار دولار بكل سهوله. انا للامانه ما كنت متوقع اقل من كذا، لان نتكلم عن لعبه سوبر ماريو زي ما قلت لك. طيب يا وجيه يستاهل اشوفه سينما؟ يستهبل، الان تروح تشوفه لو تقدر، والحلو ان الفيلم مناسب لجميع الاعمار طالما انهم اكبر من 12 سنه يعني. بعد كذا يا جماعه عندنا فيلم جون ويك الجزء الرابع، واللي خسروا عليه ميزانيه وصلت الى 90 مليون دولار. وبكل بساطه وبكل أريحية ومثل ما هو متوقع وفي 5 أسابيع قدر فيلم جون ويك الجزء الرابع أنه يجمع حوالي 350 مليون دولار أمريكي. الفيلم هذا للأمانة يا جماعة، وبالرغم من أني شخص جدا أحب سلسلة أفلام جون ويك، وبالرغم من أنهم وصفوه بأنه أفضل أفلام السلسلة، إلا أني صراحة تابعته في السينما وكانت تجربة صعبة جدا. ما كانت متابعة الفيلم سهلة أبدا، على عكس الأجزاء الماضية اللي فعلا استمتعت فيها من اول دقيقة لاخر دقيقة. غير كذا يا جماعة، الجزء الرابع من سلسلة افلام جون ويك مدته مرة طويلة اكثر من اللازم. نتكلم عن فيلم اكشن وكذب وخراط، وكلنا نعرف هذا النوع من الافلام ولها جمهورها، وانا ترى ما عندي مشكلة اتابع هذا النوع من الافلام. 3 ساعات الا 10 دقائق على فيلم اكشن مرة كانت طويلة. وللامانة يا جماعة، على عكس ما وصفوا الفيلم من وجهة نظري، انا اشوف الجزء الرابع من سلسلة افلام جون ويك هو اقل افلام السلسلة من ناحية المستوى بالنسبة لي. ولكن لا تأخذوا كلامي على محمل الجد ولا تأخذوه بشكل حتمي، لأنه حرفيا بالذات هذا الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك فيه تباعد كبير جدا في وجهات النظر تجاهه. ناس كثير جدا أعجبت فيه وناس قليلة جدا ما عجبهم، أو على الأقل كان جيد بالنسبة لهم. فجرب تتابعه واحكم بنفسك. ولكن أحب أذكرك في حال أنك تبي تروح تشوفه في السينما، ترى مدة الفيلم حوالي 3 ساعات أو بالتحديد 2:50. وفي حال أنك ما تعرف، الجزء الرابع من سلسلة أفلام جون ويك راح
راح يكون الجزء الأخير من هذه السلسلة، وبعد كذا راح تبدأ سلسلة أفلام جديدة مشتقة من عالم جون ويك، ولكنها راح تكون نسخة نسائية، واللي برضو يفترض إنه جون ويك راح يكون جزء بسيط منها. وكمان عندنا جزء جديد من سلسلة أفلام الرعب القديمة Evil Dead، واللي نزل هذا الأسبوع تقريبا، وكان بعنوان Evil Dead Rise، واللي قدر إنه يجيب مراجعات وتقييمات جدا جيدة، وكمان قدر إنه يجيب إيرادات جدا ممتازة مقارنة بميزانية الفيلم. يعني تخيلوا الفيلم هذا كلف بس 12 مليون دولار، ولكنه وفي أسبوع واحد قدر إنه يجمع 42 مليون دولار. I mean damn، خلونا نفتح استوديو يا جماعة، خاف الله. يب، يعتبر نجاح جدا قوي في شباك التذاكر. لا، وكمان في أول أسبوع من عرضه. وفي حال إنك ما تعرف سلسلة أفلام Evil Dead، هي سلسلة أفلام رعب دموية معروفة، وفيلمهم الجديد هذا يفترض إنه متوفر حاليا في صالات السينما ومصنف لمن هم فوق 18 سنة. فإذا تحب الرعب وتبحث عن تجربة جديدة، جرب تتابع فيلم Evil Dead Rise. توم هانكس يا جماعة في جولة سياحية حول العالم، ويبدو إنه حاليا توقف في طريقه على دولة مصر الشقيقة ونزل يعمل له كم لفة فيها، بل إنه بعض الناس جاتهم الفرصة إنهم يشوفوه في أحد الطرقات والشوارع وبعض مطاعم مصر الشقيقة. عيش حياتك يا عمو هانكس، من قدك أنت شوية شوية وخلاص هتتقاعد. وأعلنت شركة سوني يا جماعة إنها راح تصدر أكثر من 20 فيلم هذه السنة. يب، أكثر من 20 فيلم راح تنتجهم سوني خلال سنة 2023. عاد أنت لا ترفع طموحاتك مرة يا عزيزي الوجيه، ترى 23 فيلم مرة كثيرة، ومو شرط كلها تكون ممتازة. ولكن أهم أفلام سوني القادمة حاليا واللي أقدر أضمنها لكم بمشيئة الله، راح يكون فيلم سبايدر مان أكروس ذا سبايدر فيرس، واللي راح ينزل بمشيئة الله بعد شهرين من تاريخ هذا الفيديو أو من تاريخ اليوم، أو بالتحديد يعني علشان أعطيك رقم واضح، يوم 2 من شهر جون القادم. وأكرر عليك، تكفى شوف الجزء الأول منه، نزل سنة 2018 وتقييماته مرة عالية، ومصنف ضمن أفضل 250 فيلم عبر التاريخ. جرب تعطيه فرصة. اسم الفيلم سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس، ما يحتاج تشوف أي فيلم قبله ولا يحتاج تشوف أي فيلم بعده غير الفيلم القادم، وغالبا بإذن الله إذا تابعت الفيلم ما راح تندم وراح يعجبك. ومش بس ذا الفيلم، سوني كمان بدأت بالفعل تصوير الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة باد بويز، واللي يفترض إنه بدأ تصويرها قبل عدة أسابيع، يعني ممكن بنهاية السنة نشوف الفيلم، لأنهم هم قالوا إنه بينزل في 2023. شوفوا يا جماعة، أنا مش فانز لسلسلة باد بويز، بس السلسلة مرة مشهورة وغنية عن التعريف، وجزء رابع لها بيكون خبر مرة رهيب للمعجبين. وثلاثة أشهر يا عزيزي الوجيه تفصلنا عن عرض الجزء الجديد من سلسلة المهمة المستحيلة أو ميشن امبوسيبل، واللي راح يكون في طحن وحماس وأكشن من أروع ما يكون. ما يحتاج أحكي لك، إذا أنت عارف سلسلة ميشن امبوسيبل فأكيد أنك عارف حجم وروعة وجمال هذه السلسلة، والأهم من هذا كله هو جرأة وروعة الممثل توم كروز فيها. خمسة أجزاء لهذه السلسلة يا جماعة بدأت سنة 1996، ومنها إلى 2000 و2006 و2011 و2015 وكمان 2018، وبعد ثلاثة أشهر تقريبا راح نشوف الجزء السادس لها. الفيلم هذا يا جماعة من الحين أقول لكم ينحط في الليستة، لازم تتحمسوا له بدون أي شك، وغالبا ما راح تخيب توقعاتكم بإذن الله. وكمان شهرين يا جماعة تفصلنا عن موعد عرض الفيلم المنتظر واللي مر بأزمات ومشاكل كثيرة علشان نتابعه، فيلم ذا فلاش اللي راهن عليها الكثير والكثير، واللي راح يكون فيه حوسة كثيرة وشخصيات مهمة. على سبيل المثال بيكون عندنا نسختين من ذا فلاش، وكمان عندنا نسخة قديمة لباتمان أقصد فيها مايكل كيتون، وكمان نسخة حديثة لباتمان وأقصد فيها بن أفليك، فضلا عن شخصية الجنرال زود وكمان شخصية سوبر جيل. كل هالأشياء تخيلوا أننا راح نشوفها في فيلم واحد مجتمعة، وبالتحديد بعد شهرين، أو علشان نكون أكثر دقة يوم 16 جون من 2023. الإعلان موجود على اليوتيوب، تقدر تتابعه الآن لو تحب، ويفترض أنه في إعلان جديد بينزل مرة قريب، وممكن يكون نزل اوريدي وقت صدور هذا الفيديو. امازون برايم يا جماعة تواصل ابهارنا، مش بالضرورة في جودة وجمال اعمالها، ولكن بالميزانيات الضخمة اللي جالسة تضخها على مسلسلاتها وافلامها والتسويق لمنصة امازون برايم بشكل عام. تخيلوا يا جماعة انه في مسلسل قادم جدا وقريبا راح يكون اسمه سيتادول، اتوقع اني قاعد انطب اسمه صح ان شاء الله. المسلسل يا جماعة من بطولة الممثل ريتشارد مادن، وكمان الممثلة بريانكا تشوبرا،
وكمان في أسماء كبيرة ثانية مشاركة في هذا المسلسل، ولكن العجيب والغريب والجريء جدا إنه المسلسل هذا مكون من 6 حلقات فقط، غالبا موسم أول، وبتصنيف دراما وجاسوسية، ولكنه مصنف ضمن أعلى المسلسلات ميزانية عبر التاريخ. تخيلوا بس يا جماعة، 6 حلقات من هذا المسلسل وكموسم أول كلفتهم 300 مليون دولار. يا ساتر. يب والله ما أمزح. وميزانية زي كذا يفترض تخلينا نتوقع الكثير يا أمازون برايم، ولكن بعد حفلة مسلسل سيد الخواتم ماني عارف إيش الوضع صراحة. عموما ليش نكون انهزاميين وسلبيين يا جماعة؟ ننتظر المسلسل ونحكم بأنفسنا، وإن شاء الله أنه يكون قد التطلعات فعلا وال300 مليون مصروفة في مكانها. 2-3 وبنشوف أولى حلقات المسلسل هذا. خلك مستعد يا عزيزي الوجيه. أوكي يا جماعة، يبدو أننا كنا فاهمين غلط، أو على الأقل أنا كنت فاهم غلط. فيلم فاست أند فيوريوس الجزء العاشر اللي راح ينزل قريب ما راح يكون الأخير. يب مش راح يكون الأخير يا وجيه. إذا 10 أجزاء مش كفاية، متى ناويين يوقفوا؟ أنا والله مش عارف، لأنه صناع السلسلة أوريدي بدأوا في كتابة سيناريو الجزء 11. احلب بارك الله فيك يا عزيزي الهوليوودي، احلب إلين ما يبقى شيء تحلبه. انت ايش خسران؟ ادفع فلوس والناس بتتابع، ليش لا؟ وتم اصدار البوستر الرسمي للجزء الثالث من السلسلة الشهيرة والغنية عن التعريف The Equalizer، او المعادل، او ايا كانت الترجمة الصحيحة لاسمه، واللي من بطولة النجم الكبير والقدير دينزل واشنطن. الى الان يا جماعة ما في تاريخ دقيق لموعد عرض هذا الفيلم، ولكن التاريخ المبدئي لعرض الجزء الثالث هو تقريبا بعد 5 شهور من الآن، أو بالتحديد في شهر سبتمبر القادم. والفيلم راح يشارك في بطولته النجمة داكوتا فينينغ، ويفترض خلال الأيام القادمة راح نشوف التريلر الأول للجزء الثالث من سلسلة أفلام The Equalizer. ما تابعت السلسلة وتحب الأكشن والشخصيات القوية واللي عندها كاريزما جدا مميزة، تابع الجزء الأول والثاني من سلسلة إيكولايزر وما راح تندم إن شاء الله. وخبر رائع لمحبي سلسلة أفلام سكريم الشهيرة، أحب أقول لكم يا جماعة أنكم تقدروا تتابعون الفيلم الآن ومن أي مكان. يب، لأنه توفر بجودات عالية على الإنترنت، وكمان على منصة بارامونت اللي ما نعرف شيء عنها كعرب وكدول آسيا بشكل عام. عموما يا جماعة، الجزء السادس من هذه السلسلة جاب تقييمات مرة جيدة، وكمان جاب إيرادات تجاوزت ميزانيته بمئات الملايين. فإذا أنت من عشاق سلسلة الرعب الشهيرة سكريم، إيش منتظر؟ الفيلم متاح أمامك، تقدر تشوفه الآن، بس حط لايك للفيديو قبل ما تطلع. وفي حال إنك ناسي ومفهي وانشغلت بالعيد يا عزيزي الوجيه، أحب أقول لك إنه مسلسل سكسيشن الرائع والغني عن التعريف، وبموسمه الرابع والأخير نزلت منه إلى هذه الحلقة 5 حلقات، ويمكن السادسة تكون نزلت وقت ما أنا أتكلم وسط الفيديو هذا. الموسم الرابع يا جماعة من مسلسل سكسيشن مشاعل للدنيا وقالبها فوق تحت، ولا أحكي لك عن تصاعد الأحداث العجيب اللي صاير فيه. فأرجوك أرجوك لو ما تابعته اعطيه فرصة، لن تندم لن تندم لن تندم. قلتها 3 مرات، وأنا ما أقول الشيء 3 مرات إلا إذا مرة صار الموضوع ضروري. وديزني يا جماعة الخير تستعد للبدء في تصوير النسخة الحية من فيلم الأنيميشن موانا. أنا أبغى أفهم حاجة واحدة بس، أفلام الكرتون أو أفلام الرسوم المتحركة تبعكم القديمة يا ديزني لما تحولوها لنسخ حية أوكي ماشي، لأنها كانت مرة زمان نزلت، بس فيلم أنيميشن ودوب قريب نزل وحقق نجاح جدا رهيب وأموره كانت في السليم، إيش الفكرة إنك تسوي نسخة حية منه؟ مع العلم إنه تجاربك يا ديزني في تحويل أفلامك القديمة إلى نسخ حية معظمها باءت بالفشل، فمعليش إيش الفكرة؟ لا لا إيش الفكرة من جد؟ هي كذا الموضوع عندكم فلوس زايدة وتبتخسروها؟ أعطوني إياها، أعطوني الفلوس وأنا بتكر لكم قصص جديدة، يعني تصلح أنيميشن وتصلح أفلام حية بدل ما تقعدوا تخربوا أفلام قديمة ممتازة. عمرهم عجيب ديزني دولي صراحة. وتقريبا أقل من شهر يفصلنا عن موعد عرض الجزء الثالث من السلسلة الشهيرة حراس المجرة أو Guardian of the Galaxy، واللي تم عرضه على مجموعة من الجمهور والنقاد المحظوظين جدا، واللي يفترض انه كان حاجة مرة 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 خرافية بالنسبة لهم، بل انه البعض وصفه بانه افضل افلام مارفل اللي نزلت من بعد اند جيم. احا تصريح مرة جريء يا خوي. عموما انا ما برفع سقف طموحاتي لانه دي سي جايب العيد وكمان مارفل جايب العيد هذه الايام، فننتظر ونشوف كلها كم اسبوع ويكون في السينما باذن الله. فاكرين فيلم شيرلوك هولمز الاول والثاني؟ ياب، اللي من بطولة الممثل روبرت داوني جونيور. يا سلام عليك، سلسلة رهيبة وغنية عن التعريف وما يحتاج لها كلام. احب اقول لك، وفي حال انك ما تعرف، الجزء الثالث لهذه السلسلة قيد التطوير من سنوات مرة طويلة، وكل فترة نقول خلاص بنشوفه قريب، إلا إننا نتفاجأ إنه ما في أي أخبار عنه، وللأسف أحب أقول لك إنه برضو إلى الآن ما زال قيد التطوير. يعني بالله تخيل
الجزء الأول نزل سنة 2009 والجزء الثاني نزل سنة 2011، ومن يومها وهم يقولون الجزء الثالث وإحنا شغالين عليه وما زالوا شغالين عليه إلى الآن. طيب يا جماعة ما تنشوفوا ترى مرة طولتوا علينا، كل مرة كده ينزلوا لك أخبار يقول لك قريب قريب ما عليك شغالين عليه بنظبط المظبيط. عموما آخر خبر تكلموا عنه قالوا إنه إيش، إحنا شغالين على الموضوع وما نبغى نستعجل وراح تشوفوا بإذن الله شيء يعجبكم. حلو حلو جدا، انتظرنا 12 سنة، ننتظر سنة سنتين ثلاثة، هي فرقة معانا يا جماعة. في حال يا عزيزي الوجيه انك ما تابعت الجزء الاول والثاني من سلسلة افلام شيرلوك هولمز، احب اقول لك يا حظك يا حظك يا شيخ، روح تابعهم الان بتستمتع وبتفل امها وبتيجي تشكرني عليها، وعد باذن الله شيء فوق الوصف، ويكفي انه من بطولة روبرت داوني جونيور. سكارليت جونسون يا جماعة اعلنتها رسميا وقالت انه علاقتها واعمالها مع مارفل انتهت للابد، بمعنى انه شخصية بلاك ويدو ما راح نشوفها مستقبلا الا لو حصلت معجزة معينة وسيناريو إعجازي، ولكن الأكيد وعلى كلام سكارلت إن دورها كشخصية بلاك ويدو مع مارفل انتهى بشكل تام، غير إنها قبل فترة لو فاكرين دخلت معهم في مشاكل وقضايا ولغوصة وفلوس، ولكن الحمد لله إنه القضايا ذيك انتهت على خير وتصالحوا الاثنين. عموما ما قصرت يا سكارلت، قدمتي وأبدعتي وانتهى دورك داخل عالم مارفل بشكل جدا مناسب من وجهة نظري، ما عدا فيلمك الأخير ذاك التعبان اللي كان تسليكي جدا. وخبر جميل لمحبي مسلسل The Boys الجريء جدا اللي أنا واحد منهم طبعا، أحب أقول لكم يا جماعة أنه تم الانتهاء من تصوير الموسم الرابع والأخير، وراح نشوفه بمشيئة الله تعالى في نهاية سنة 2023 أو بالكثير في بداية 2024، لسه ما في تاريخ دقيق باقي. أنا ما بكثر عليكم كلام لأني طفشتكم، بس ما يضر التذكير إذا ما تابعتم مسلسل The Boys حتى لو ما لكم في السوبر هيرو أرجوكم تابعوه، مسلسل مجنون وجريء ودموي وللكبار فقط لأنه يحتوي على كل تبن في هذه الحياة، فجربوا تتابعوه بليز. وموسم ثالث قادم من مسلسل لوبن على نتفليكس راح نشوفه ان شاء الله بعد 5 شهور من تاريخ هذا الفيديو، انا مش فانز بس هنيئا للفانز تبع هذا المسلسل. وفيلم اكستراكشن الجزء الثاني يا جماعة راح نشوف فيه مشهد مدته 14 دقيقة، مش معناته انه الفيلم مدته 14 دقيقة، لا يا سكران، الفيلم مدته طويلة ولكن فيه 14 دقيقة من مدة الفيلم راح تكون عبارة عن مشهد واحد، يب وان شوت، الكاميرا تتحرك والمشهد مستمر من دون اي كت. تحدي صعب بس ان شاء الله انهم يطلعوا بنتيجه كويسه، مع انه الجزء الاول يعني كان فيه خروطي على كيف كيفك وصوره نمطيه عن الرجل الامريكي الخارق مال امه اي لازمه. وختاما يا جماعه كلنا فاكرين قضيه الممثل جوناثان ميجرز اللي تورط فيها قبل كم شهر واللي اتهموه بالاعتداء على صديقته، جات الشرطه وشالته ومحاكم وقضايا وافلام هنديه، والى تاريخ قريب يا جماعه كانت الامور طيبه، بل انه بعض المصادر قالت انه الصلح راح يتم بينه وبين صديقته او حبيبته ايا كانت علاقته فيها، وانه القضيه تافهه وما فيها اي مشاكل ومجرد تضخيم اعلاني، ولكن للاسف قبل فتره وما حد يدري وش الاسباب بالضبط، الشركه اللي تدير اعمال هذا الممثل فجاه نادوه قالوا له الغي العقد اللي بيننا وبينك، يا ولد ليش؟ صلوا على النبي، مالك شغل، اسرف حالك، وبالفعل الغوا عقدهم معاه. ومن بعد الخبر هذا بدات تنتشر الاشاعات انه هذا الادمي فعلا مذنب وانه مش بريء ولا اي بطيخ، ولكن مارفل وبحكم انه عنده دور كبير داخل عالم مارفل يقدمه ما زالوا مهدين اللعب ومنتظرين الامور تبان بشكل اوضح، فمارفل قالت لا يا ابويا مش راح نلغي العقد معاه، خلينا ننتظر. فهل يا ترى الولد راح يستمر مع مارفل بدور كانغ ولا راح يتم استبعاده مثل ما سوت شركة إدارة أعماله؟ ولكن يا جماعة ذكرت بعض المصادر برضو إنه المحامي تبع هذا الممثل قاعد يقول لمارفل لا تستعجلوا تلغوا عقد الرجال، ترى بينكم عقد قيمته 20 مليون دولار وقيمة فسخ العقد راح تخليكم تدفعوا مئات الملايين، فبطلوا لف ودوران لأنه غالبا الولد بإذن الله بريء وراح تثبت براءته قريبا. هذا كلام المحامي، والله أعلم هل المحامي صامل ولا بعد فترة بيقول والله كنت أحسب بري وفي الأخير اتجحفلت أنا وياه. عموما إيش العلم أنا مش عارف، ولكن ننتظر ونشوف، ولو تحب تعرف أكثر عن القضية ارجع للفيديو اللي قبل هذا في قناتي وراح تعرف تفاصيل أكثر عن القضية. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، كل سنة وانتم طيبين، من العايدين من الفائزين من السالمين من الغانمين، وينعاد علينا وعليكم بكل خير وعافية يا رب. لا تنسوا تضغطوا لايك على الفيديو لو عجبكم، تشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وتفعلوا لي جرس التنبيهات على طريقكم، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وتويتش وقناة الألعاب، كل الأشياء هذه راح تلاقوها في صندوق الوصف. كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.